معي عبر الهاتف من جنيف المستشار الإعلامي لوفد الهيئة العليا للمفاوضات وائل علوان. سمعنا طبعا لهذا التقرير زميل بلال فارس وصفها بالمرحلة الجليدية وفق المعطيات وما حدث حتى الآن والخلاف إذا صح التعبير على ترتيب السلال. ما الذي يمكن أن يكسر الجليد في هذه الجولة؟ نعم، تحياتي لكم. بالفعل المباحثات في جنيف تبدو معقدة مع تصعيد كبير جدا يشهده الميدان على الأرض. بالأمس وفد الهيئة العليا للمفاوضات قدم تقريره الإنساني وممارسات النظام وحلفائه، وأنه قد استشهد 586 شخص بين جولتي المفاوضات فقط، وتم استهداف 9 مدارس ومنشآت طبية متعددة، 5 أسواق، فضلا عن استمرار الأعمال التعسفية، الاعتقالات عفوا التعسفية، ومن بينهم أطفال ونساء. كل هذا يرمي بثقله طبعا على المفاوضات السياسية، لأن المناخ الذي يجب أن يتوازى مع العملية السياسية هو وقف جاد لإطلاق النار. فكسر الجليد فيما أعتقد يبدأ من وجود قرار دولي أو ضغط دولي، وجود للمجتمع الدولي يضغط بشكل صحيح. هذا ما قاله اليوم ديمستورا، شدد علي أنه على حد روسيا وتركيا وإيران على الحفاظ على وقف النار في سوريا. طيب، من خلال مباحثات في جنيف ما الذي استشفيتموه هذه المرة سيد وائل؟ طبعا هناك محاولة للالتفاف من قبل وفد النظام المجرم، هناك محاولة للتهرب من الاستحقاق السياسي الأبرز هو الانتقال السياسي، عبر التأكيد على مفهوم نحن لا نجد مشكلة في علاجه لأننا أول من تصدينا له، لكن بمفهوم النظام يعني ما زال ضبابي وضبابي جدا، لا سيما مع ضغوط روسيا على الأمم المتحدة أو على مبعوثها الخاص، في حين أن المجتمع الدولي في سبات، يعني يترك المجال لروسيا لتكون هي الفاعل الأبرز في الملف. تصف الواقع سيد وائل وما يحدث إن كان على الميدان أو على نقاط الخلاف بجنيف، يعني عرفناها منذ السابق موضوع ترتيب السلال والنظام يتحدث عن مكافحة الإرهاب والمعارضة تتحدث عن جميع النقاط أنه مهمة، وتتحدث عن طبعا الانتقال السياسي اللي يبدو أنه ليس من أولويات النظام. أي جديد ممكن أن يخرج به اجتماع جنيف هذه المرة، مفاوضات جنيف وانتهاء مهمة ديمستورا نتحدث عنها في آخر هذا الشهر؟ ما الذي تنتظره الاجتماعات هذه؟ نعم، نحن لا نملك معلومات عن موضوع التمديد أو عدم التمديد للسيد ستيفان ديمستورا. نحن في كل الجولات نشكره على جهوده الكبيرة. السيد ستيفان ديمستورا دائما يحاول التوفيق بين الأطراف جميعا للوصول إلى رؤية مشتركة، يطرح بعض الأوراق التي ربما يظنها يعني ممكن التفاهم عليها، لكن ما زال الفارق كبير جدا بين ما يطرحه الوفد، وفد الهيئة العليا للمفاوضات ووفد النظام. لذلك هو يعني يجتمع مع وفد النظام ليتكلم عن المسائل التي تهم وفد النظام، ويجتمع مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات ليتكلم عن الحوكمة وعن المبادئ الدستورية المتعلقة بالحوكمة. لذلك لا أظن أن هناك جديد أو لا أظن أن هناك منتج لجنيف خمسة. هذا ما يعني يبدو أن ديمستورا ليس متفائلا جدا. تسرب جملة رددها ربما ديمستورا أو أحد أعضاء مكتبه بعثته، أنه طالما لا يوجد تفاهم أو توافق على الملف السوري بين الأمريكان والروس فمن الصعب الوصول إلى أي نتيجة في الأمم المتحدة. ربما لهذا قال من يومين بأنه لا يتوقعون اختراقا ولا انهيارا بهذه المباحثات. أنا أشكرك جزيلا من جنيف المستشار الإعلامي لوفد الهيئة العليا للمفاوضات سيد وائل علوان.